سيدنا اليوم عن أهداف سبورة تي في من وقت الافتتاح ولهلا بعد سنتين، إيش هي الأهداف اللي انحطت لتلفزيون سبورة وتحققت بعد سنتين؟ برجع أكرر تهاني لكل اللي عم يحتفلوا اليوم بعيد البشارة. سوبورو يعني البشارة مثل ما بتعرفوا، نحن سمينا هالقناة سميناها سوبورو إيمانا منا بأهمية العمل التبشيري للكنيسة. تبشير ما معنى أنه أنا أروح أبشر غير المؤمنين، أكيد هذا واحد من المعاني، لكن المعنى الأهم أنه أنا أقدر أقوي الحياة الروحية عند كل مؤمن، عند كل فرد من أفراد الكنيسة. تكون حياتنا الروحية هي حياة حارة، حياة قوية، ارتباطنا مع ربنا يكون ارتباط شخصي قوي، ما يكون فقط من خلال القداس مرة بالأسبوع أو من خلال الكنيسة ثلاث مرات بالحياة، بالمعمودية وبالكليل وبعيد عنكم بالجنازة مثل بعض الناس بيعيشوا حياتهم كلها، يمكن ما يدخلوا الكنيسة أو يدخلوا فقط لما ينعزموا لمناسبات. لكن نحن لازم تكون علاقتنا بربنا علاقة دائمة، ما راح أقول يومية، تكون علاقة كل دقيقة كل ثانية بكل شيء بنعمله. لازم دائما نحط قدام عيننا أن ربنا موجود معنا بحياتنا، سواء هالوجود هو مباشر أو غير مباشر، لكن ربنا موجود بكل شيء. ولازم يكون كمان ربنا جزء من ما جزء من حياتنا، لازم يكون هو مسيطر على حياتنا. نحن نشوف كل شيء بهالدنيا بعيون الإيمان، كأنه ربنا هو واقف قدامنا وعم يشوفنا. فكل قراراتنا، كل تصرفاتنا، كل كلماتنا لازم تكون بهالمنحة، تكون كأنه هي بوجود ربنا. وهذا كان هدف من أهداف سوبورو تي في، أنه نقوي الحياة الروحية عند أبنائنا، أبناء الكنيسة السريانية. فسوبورو يعني البشارة، هي أنه نحن نعيش حياتنا، نعيش إنجيلنا، نعيشه بحياتنا، ما بس نقرأ. الإنجيل هو رسالة معاشة، رسالة الإنسان يعيشها بحياته، بتصرفاته، بأعماله، بأقواله، بأفكاره، حتى بكل شيء. وهذا كان الهدف الأول والأخير من سوبورو تي في. طبعاً أهداف ثانية اللي هي مهمة كمان هي الارتباط اللي بدنا يكون قوي ما بين أولاد الكنيسة وما بين كنيستون، الارتباط اللي يكون قوي ما بين أولاد الكنيسة ولغتهم السريانية المقدسة اللي يمكن كثيرين ما يعرفوها، بس لازم يعرفوا أنه هاي لغتهم، هي لغة الكنيسة، هي لغة السيد المسيح، هي اللغة المقدسة اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، ولازم نحافظ عليها ولازم نحاول نتعلمها قدر الإمكان. الارتباط ما بين السرياني وما بين تراث السرياني اللي هو تراث روحي مسيحي، لكن أيضا في من الناحية اللغوية القومية العرقية موجودة، ما فينا ننكر أنه نحن السريان صحيح طائفة وكنيسة وإيمان، لكن نحن أيضا حضارة وتراث ولغة وبالتالي قومية. فسوبورو تي في رسالته الكبيرة هي الروحانية، هي الحياة الروحية، لكن أيضا هو وسيلة حتى نقوي نحن إدراكنا بتراثنا الروحي والعرقي زي ما نسميه. وبالتالي هو ارتباط أو تقوية الارتباط ما بين أولاد الكنيسة وما بين كنيستون. كنيستون يعني كل شيء تشمله هالكنيسة، ما بس الكهنوت لكن كل مقومات الكنيسة. هذا كان الهدف من سوبورو تي في، اللي هو حقيقة ما فينا نفصله هدف واحد لكن هو بأوجه متعددة. ونشكر ربنا أنه نحن بهالسنتين بعتقد قدرنا نحقق جزء من الهدف هذا، لكن هدفنا ما بيتحقق بيوم ويومين ثلاثة، يعني ما فينا نوصل لنقطة نقول نحن خلاص حققنا الهدف، لأنه يعني هذا هدف مستمر قدام أعيننا، بدنا دائما نسعى نحوه ودائما بدنا نمشي بهالطريق حتى نقدر نحقق اللي عم نفكر فيه. لكن برجع أقول التحقيق هو أنه نقدر نوصل، سوبورو تي في يوصل لبيوت المؤمنين، يوصل كلمة ربنا، يوصل محبة ربنا للناس، يوصل عاداتنا، تقاليدنا،
روحانيتنا اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، جزء من تاريخ كنيستنا، محبة لغتنا السريانية، كل هالأهداف هاي اللي قدام عينا هاي ما فينا نوصل يوم من الأيام نكون نحن حققناها خلاص، لا، هذا شيء مستمر، وإن شاء الله سوبورو يستمر لسنين ولأجيال قادمة بعد ما نحن نروح، يكون في أجيال بعدنا تكمل بهالشغل هذا ويكبر هالشغل هذا ويقوى ويكون شيء بيفتخر فيه كل سرياني وكل مسيحي وكل مين عم يتابع هالقناة هاي. أكيد سيدنا، الله يعطيكم كمان البركة والقوة لحتى نبقى مستمرين كلياتنا مع بعض بهذا العمل. سيدنا كمان بهاي السنة الصعبة اللي مرت على كل العالم، اللي مع الأسف أغلقت فيها الكنائس، العالم قعدت ببيوتها حتى بأوضاع عامة كانت صعبة على الكل، اليوم إيش كانت أهمية دور سوبورو تي في بهذا الوقت الصعب، أهمية الرسالة اللي وصلتها خلال هاي الأيام وهاي السنة الصعبة؟ ما في شك الايام اللي عم نمر فيها هي ايام صعبه ما خلصت لهلا، مع الاسف عم نحكي عن كورونا بشكل خاص. طبعا كورونا كوباء كمرض اصاب الكثيرين، احنا بنتاسف لكل انسان طلع من بيناتنا ولكل واحد خسر عزيز عليه، نترحم على كل موتى المؤمنين بشكل خاص اللي راحوا ضحيه لكورونا، ونصلي من كل اجل كل المرضى واللي انصابوا بهالمرض. لكن تأثير كورونا ما كان بس صحي، الصحي هو أكثر شيء طبعاً يعني أودى بحياة الملايين من الناس، لكن أيضاً أثر اجتماعياً بشكل كبير، خلق مشاكل بالمجتمعات، أثر اقتصادياً بشكل كتير كبير، خلق بطالة في العالم بمئات الملايين من الناس خسروا أعمالهم، صار في ضيقة مادية كبيرة عن الكثيرين، في كثيرين خسروا وظائفهم، في كثيرين خسروا أشغالهم الخاصة اللي كانوا عم يشغلوا ناس كمان، وبالتالي الكل تأثروا على مستوى الفرد، على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، على مستوى الكنيسة، كنائسنا كمان كثير تأثرت بهال مرض هذا اللي صار، ونشكر ربنا صار في هلا لقاح عم ينعطى وان كان بشكل بطيء، بس نتامل انه هذا اللقاح يؤدي الى انحسار المرض والى عوده الناس الى حياتها الطبيعيه. تعلمنا اشياء كثيره من هالمرض هذا. تعلمنا اهم شغله انه ما نتوقع كل شيء بالحياه انه راح يصير هيك على السهل بسهوله، يعني بالانجليزي بيقولوا don't take things for granted، ما تفكر انه كل شيء خلص راح يصير مثل ما هو، لا، ممكن يكون في مفاجآت كثير كبيره قدامنا ما نكون محضرين، لا لا، لا ككنائس ولا كعائلات ولا كدول حتى، لانه دول عجزت قدام المرض هذا. لذلك وجود سوبورو تي في في هالظرف الصعب انا بعتقد كان يمكن هاي هذا كان الهام من ربنا انه نبلش بسوبورو تي في بالوقت اللي بلشنا فيه، يعني من سنتين بالضبط، من سنتين كان الافتتاح الرسمي، لانه بواسطه سوبورو تي في قدرنا قدر الامكان نجيب الكنيسه لبيوت الناس، ناس ما قدرت تجي على الكنيسه، الكنيسه دخلت ببيوتهم من خلال القداديس، من خلال الاحتفالات، من خلال الوعظات، الصلوات اللي كانت تقدم وما زالت تقدم كل يوم. اكيد كل هالشيء هذا ما بيغني عن الحضور الشخصي بالكنيسه، عن الاشتراك الفعلي، عن التناول، لكن بيساعد في حياتنا الروحيه، في علاقتنا مع ربنا اللي لازم تكون دائما قويه ومحتاجه انه تتغذى. نعم ربنا هو القادر على كل شيء، هو اللي لازم يملي حياتنا، بس نحن من جهتنا كبشر احيانا محبتنا بتبرد، علاقتنا بتخف كثير مع ربنا، بتجي امور كثيره بتلهينا، تشتت افكارنا، بنصير مثل حبه الحنطه او البذار اللي بذاره الزارع وبين الشوك، ولما طلعت الشوك خنقته هموم العالم، مثل ما الانجيل المقدس بيشرح لنا هموم العالم خنقت البذره الايمان، فمحتاجين من فتره الى اخرى ان هذا الشوك يتنظف، الارض تنفلح، تتهوى، الزرع ينروي يسقى، وهذا بيتم من خلال كلمة ربنا
اللي لازم توصلنا بطرق متعدده، سواء عن طريق قراءه الانجيل او السماع للانجيل، او عن طريق الوعظات اللي عم تتقدم، عن طريق القداس، الصلوات، التراتيل. احيانا انا بفتح سبورو تي في بس حتى اسمع التراتيل، سرياني، عربي، انجليزي، ارتاح. وفعلا عم بحكي هالحكي انا من تجربتي انا، يعني يمكن يطلع بعض البرامج يمكن ما كثير اهتم فيها، ما بس بدور على التراتيل، بكون انا مثلا هيك عندي شوية فراغ وحابب ارتاح فكريا نفسيا من امور تانية بالادارة، فبسمع على هالتراتيل بحس حالي هيك طلعت من هالدنيا، صرت بعالم اخر، عالم روحي، بحس حالي قريب من ربنا وبتفاعل مع هالترتيله، مع هالكلمات، مع هاللحن، هالموسيقى حتى اللي هي شيء مقدس ايضا لما بنستغله في عمل روحي او في مجال روحي. فوجود سوبورو تي في في حياتنا ككنيسه في هالسنه او السنه وشوي اللي مضوا علينا بوجود بظروف كورونا، بعتقد كان عامل كثير ايجابي، كثير مساهل، وخلانا بطريقه ما كلياتنا نتم قريبين من قلب ربنا، نخلي ربنا في قلبنا، نكون قريبين من كنيستنا، حياتنا الروحية يكون فيها شوية حرارة بدل ما يكون فيها فتور روحي، لأن الفتور بيقتل الإنسان، والفتور صعب كتير، حتى أصعب من البرود يعني الفتور، لأن واحد موجود وما موجود روحيا عم يتابع وما عم يتابع، فصعب. بينما لو إنسان معروف انه هو مثلا ايمانيا بارد يعني بعيد عن الايمان، صحيح، نعرف هذا، لكن لما بيكون فاتر بيكون وضعه اصعب شوي. نحن دائما لازم نكون حارين بالروح مثل ما الكتاب المقدس يعلمنا، ما نكون فاترين، لانه ربنا ما بيحب الناس الفاترين روحيا. صحيح سيدنا، أكيد دائما مثل ما ذكرت بأي كلمة روحية، بأي صلاة، بأي حتى برنامج، بأي حوار، دائما عم بيكون في فائدة من الناحية الروحية. سيدنا، اليوم من بعد سنتين من افتتاح سوبورو تي في، بعد سنتين من العمل، اليوم إيش النظرة، إيش الخطط للسنين القادمة لحتى تكمل وتكمل رسالة سوبورو تي في؟ بعتقد سوبورو تي في رسالته واضحه كثير، هي رساله روحيه بالدرجه الاولى، وهذا اللي بيميزه عن باقي التلفزيونات الموجوده عندنا بين السريان، واللي نحن طبعا بنباركها وبنتمنى لها التوفيق. بس اللي بيميز سوبورو تي في انه هو تلفزيون لا ينقل البشاره، البشاره اللي هي كلمه الانجيل، يعني كلمه الانجيل بكل اوجهها، سواء المباشرة أو غير المباشرة. لما نقول مباشرة يعني نقصد القداس، نقصد قراءة الإنجيل، تفسير الإنجيل، الوعظة، تراتيل. غير المباشرة نقصد البرامج الثانية اللي ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون طبية، ممكن تكون أحيانا اقتصادية، نحكي كيف واحد يتصرف بحياته، برامج لها علاقة بالشبيبة، بالطفولة، بقضايا المرأة، بقضايا الشيخوخة، كل هالبرامج اللي هي ممكن ما من المظهر من الخارج ما تكون روحية، لكن في لها رسالة اللي بتبين عمل ربنا في حياتنا من خلال هالحقول اللي ذكرناها، من خلال الأوجه اللي ذكرناها. فالمطلوب منا نحن، ومطلوب من سوبورو تي في، إنه نركز على هالنواحي، نحاول نوجد برامج تمس حياة هالفئات من الناس. مثلا الشبيبة، لازم يكون عندنا برامجنا اللي تمس حياة الشبيبة بشكل مباشر جدا، تحكي عن قضايا تعاني منها الشبيبة، الطلاب بمدارسهم، بجامعاتهم، اللي بدهم يتجوزوا ويكونوا أسرة جديدة، يعني حياة الأسرية، كيف يستفيدوا من خبرة بعضهم اللي سبقوهم بهالمجال، تمس حياة العمال بمعاملهم، الموظفين بدوائرهم. هالبرامج كلها هي لازم يتم التركيز عليها لسببين. أول سبب، لأنه الإنسان مهما كان روحيا قوي، رح يجي وقت رح يكون في عنده، ما بدي أقول ملل، لكن بده يلزمه شوية
تطعيم، تغيير في نمط حياته. يعني بدي احكي قصه قصيره صغيره هون. في بدايه الحياه الرهبانيه بالكنيسه، لما بلشت الحياه الرهبانيه، بلشوا الرهبان يتجمعوا ويعيشوا الحياه الديريه بالدير. صار كل دير 4 5 10 20 100 راهب فيه. بايام مار انطونيوس مؤسس الرهبنه الديريه فينا نسميه، طبعا الرهبنه بلشت قبله في بلادنا، بلشت في بلادنا بين النهرين تور عابدين او بصحراء فلسطين غزه، بس مار انطونيوس هو اول واحد اللي اسس الحياه الديريه، الحياه المشتركه يعيش مع بعض. فيقال انه بلشوا يصلوا الرهبان، ومار انطونيوس نفسه بلش يصلي، بعد شوي عجز فصار يفكر، شرد بذهنه عن الصلاة، فربنا راد يعلمه الطريقة الصحيحة. ظهر قدامه ملاك، هذا الملاك راكع عم يصلي نص ساعة ساعة، وبعدين قام هالملاك رح جاب شغل، بلش يشتغل بإيده. تعلم هون مار انطونيوس إنه الرهبنة نعم هي طريق الحياة، طريق المسك، طريق كمال، إذا راح بيقدر بيحب يوصل الكمال، ومستحيل إنسان يوصل طبعا، ما في غير ربنا كامل. لكن هالرهبنة بالذات، ومع أنه هي حياة روحية كتير قوية، كتير لازم، لكن لازم يكون فيها كمان نوع من التنوع في طريقة عيشها. فصاروا الرهبان يصلوا نص ساعة ساعة، يطلعوا بعدين يعملوا أعمال يدوية، صاروا يجيبوا هالقش يعملوا السلم، سلات من القش، ويرجع بعد واحد من الرهبان ينزل على المدينة يبيعها ويجيب أغراض اللي محتاجينها للدير. وبعدين صاروا من الرهبان يزرعوا بالزراعة بالأرض، في منهم صاروا يشتغلوا بالأمور الثانية بالبناء بالدير. فتعلمنا أنه نحن حياتنا الروحية لازم يكون فيها نوع من التنوع، حتى ما يكون فيها ملل، أو ما يكون فيها نوع من الرتابة، إنه كل يوم كرر نفس الشيء تصير عادي عندنا. فإذا هالبرامج اللي عم نحكي عنها لازم تحملنا الرسالة الروحية، لكن عن طريق برامج تعني للشخص مباشرة، تعني له شيء بحياته، للشاب، للطفل، للمرأة، للطالب، للعامل، للموظف، للطبيب، لكل، للكبير، للصغير. لذلك بدنا نركز شوي على هالبرامج أكثر، وبدنا نحاول نوصل لكل فئات من أبنائنا، من أبناء الكنيسة، ومن كل اللي عم يشاركونا بهالعمل التبشيري اللي هو عمل سوبورتي. وبدي هون أركز على شغلة عم ماشيين فيها نحن من سنتين ولازم نستمر فيها، إنه برامجنا كلها هي برامج إيجابية، ما فيها انتقاد لحدا، ما فيها تهجم على حدا، ما فيها أي نوع من السلبية. لازم دائما هالتلفزيون يعطي روح إيجابية اللي عم يتفرج، يعطي له إيجابية بحيث إنه يستفيد من هالساعة أو الساعتين أو نص ساعة اللي قاعد فيها قدام الشاشة، سواء بالبيت أو على الفيسبوك أو على التليفون، كمبيوتر، اللي هو لازم يستفيد شيء، لازم ياخذ شيء جديد كل مرة يتفرج على صورتي. أكيد سيدنا، إن شاء الله مثل ما ذكرت إن كل هاي الاستفادة تصل لكل حدا عم بيتابعنا، وأكيد سيدنا نحن نحب نستفيد من وجودك معنا اليوم، ولكن وقتنا وصل للختام، ولكن نحب أيضا نسمع كلمة أخيرة تحبوا توجهوها لكل مشاهدي تلفزيون سوبورو تي في بكل أنحاء العالم. قبل كل شيء بحب أهني كل العالم بعيد سوبورو، عيد البشارة، خاصة اللي حاملين اسم العذراء مريم، يعني كل وحدة اسمها مريم وميري وماريا، واللي هم نقلم عيد مبارك، وسيدة كمان ممكن عيد مبارك في دبريخو، إن شاء الله صلاة العذراء تكون مع الجميع وتحفظ الجميع. بعدين بدي هني سوبورو تي في بالإداريين الموجودين اللي حقيقة عم يقدموا كتير بظروف وإمكانيات يعني متواضعة، ما بدي أقول ضعيفة لكن متواضعة، وبتمنى تكون إمكانياتنا أكبر من هيك إن شاء الله تكبر في المستقبل، ربنا يبارك. بس أنا بحب أشكر كل اللي عم يشتغلوا بسوبورو تي في،
من الإداريين، من الفنيين، من المقدمين البرامج، معدي البرامج. وبطلب من ربنا يباركهم بالصحة وبالعافية ويعوضهم عن محبتهم وعن تعبهم. توجيه كمان كل اللي عم يقدموا مساهمات لسوبورو تي في من برامج، من مقابلات، من وعظات، من قداديس، من أصحاب السياد في المطارنة، الأعزاء الكاهنة الشمامسة العلمانيين، كل واحد عم يشترك. بحب أشكره أنا شخصيا وأطلب من الرب يباركه، إن شاء الله صلوات أمنا العذراء تكون معهم كلياتهم بهالعيد وبكل أيام حياتهم. كلمة تانية بحب أركز كمان عليها، أنه هذا التلفزيون هو تلفزيون كل سرياني، كل مسيحي، كل واحد بيريد يستفيد من كلمة ربنا ويتفاعل مع كلمة ربنا، سواء كان من أبناء الكنيسة أو من خارج أبناء الكنيسة. بتمنى الكل يحس إنه هذا تلفزيون، هذا مو تلفزيون البطريقية، هذا تلفزيون لكلمة ربنا، نحن مؤتمنين عليه، نحن مجبورين نخدم التلفزيون، نقدم الإمكانيات الممكنة حتى يستمر في رسالته، لكن هو للكل. وبتمنى من الكل يساهموا معنا، كل واحد بطريقته، سواء بطريقة روحية بالصلوات، بطريقة نوعية، برامج، أفكار، مشاريع لبرامج جديدة، وأكيد بطريقة مادية كمان. ما بدنا نخفي عليكم، وبتعرفوا اليوم ما في شيء رخيص بهالدنيا. سوبرو تي في عم يكلفنا مبالغ كويسة بالسنة، ومحتاجين إنه يكون في دعم، وراح يكون صعب علينا نحن لحالنا نقوم بهالمصروف الكبير. ف المساهمات اللي عم تجينا لهلا قليلة، يمكن لأنه قليلين كمان اللي عم يتفرجوا، ما وصل لكل بيت سرياني، لكل عائلة. فأنا بتأكد إنه كل ما زاد عدد الناس اللي عم يحضروا سوبورو تي في راح تزيد مساهمات كمان المؤمنين. فأتمنى كل واحد يقدر يساعدنا باللي بيقدر عليه، يساعدنا في طرق بعتقد موجودة دائما بتكون على الشاشة، سواء عن طريق الباي بال أو عن طريق المراسلين أو المسؤولين عن سوبرو تي في الموجودين في عدة أبرشيات، عدة بلدان، مع حسابات بالبنك. أتمنى اللي يقدر يساعدنا بيكون عم يشترك معنا، عم يساهم معنا بنشر كلمة ربنا، بنشر تراثنا السرياني، لغتنا السريانية وهويتنا السريانية. نحن مؤتمنين على تراث غني جدا روحيا، ولكن أيضا عرقيا، يعني سريانيا خلينا نقول. وهذا التراث هذا لازم نحافظ عليه كلياتنا. ما نقدر كلياتنا نعمل كل شيء، لكن كل واحد منا يقدر يشترك بشيء، يقدر يعمل شيء صغير، وشيء صغير يسند الشيء الثاني لنوصل للهدف الكبير اللي هو نشر كلمة ربنا والمحافظة على تراثنا وبقائنا بشركة قوية مع كنيستنا ومع شعبنا السرياني في كل مكان. ربنا يبارك الجميع، يحفظ الجميع بهاليوم المبارك، عيد السبور وعيد البشارة، بكل أيام حياتنا. وإن شاء الله عالمنا يكون عالم أحسن، فيه أمن وسلام، فيه راحة وطمأنينة، لأنه بالإضافة إلى كورونا اللي حقيقة خربت بيوت كتيرين وأعمال كتيرين أضرت بالكثيرين، لكن أيضا في كثير من بلادنا اليوم، خاصة هون بشرقنا، سواء بسوريا أو بلبنان أو بالعراق أو بفلسطين أو بكل مناطقنا هاي اللي عم نعيش فيها، في ضيقة كبيرة عم نمر فيها، من الناحية الأمنية، من الناحية الاقتصادية. الناس صارت عم نشوفها صارت عم تجوع حقيقة، في ظلم علينا من برا أكثر شيء، من بسبب العقوبات اللي عم تفرض علينا، وأكيد من جوا كمان في ظروف صعبة عم نعيشها. أتمنى من كلياتكم تصلوا لنا حتى نقدر نكمل رسالتنا ونكون سند لبعضنا، لسند بعضنا ككنيسة، خاصة علينا مسؤولية كبيرة نوقف مع جماعتنا، وعم نحاول قدر الإمكان، يمكن ما عم نقدر نقدم كل شيء مطلوب
لكن عم بحسب إمكانياتنا عم نحاول نقدم الخدمة المطلوبة. ربنا يبارك الجميع، يحمي الجميع. وبرجع أقول ذكرى تأسيس ثانية لسوبرو تي في تكون مباركة على الجميع، بيدو بريخو وشو بشلومو، وربنا يحميك جميعا، وصلاة العضل تكون مع الجميع. تودي تودي ساجي سيدنا تودي ليشو توفوتت خو اديو ما اعمينا مش توتفلن عم حدود بيفصيحو صدو دخرونو ترتقشنا لفرص حزوت سبورة تي في وبنطرينا نقحرة التويتو بينو سينا هركي. تودي ساجي سيدنا بالو صابي تودي الكل اخو الله مبارك عليه، وعيدو بريخو، عيدو تودي بريخو تودي.